بحضور ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، افتتحت رسميا منافسات الجولة العالمية لكرة السلة 3 في 3 التي تقام في ملاعب المرفأ المالي. وبهذه المناسبة رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالوفود الرياضية من الدول الشقيقة والصديقة المشاركين بالجولة العالمية لكرة السلة، متمنيا لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين، معربا سموه عن سعادته الكبيرة باستضافة المملكة لهذا الحدث العالمي الكبير لأول مرة بإشراف من الاتحاد الدولي لكرة السلة وبتعاون مثمر بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد البحريني لكرة السلة. وأضاف سموه أن منح الاتحاد الدولي لكرة السلة استضافة مملكة البحرين للجولة العالمية لكرة السلة 3 في 3 يعكس السمعة العطرة التي تتحلى بها والمكانة الدولية المرموقة لها كوجهة مثالية لتنظيم كبرى الأحداث العالمية، ومن بينها لعبة كرة السلة التي تكتسب شعبية واسعة بمختلف دول العالم. وتقدم سمو الشيخ خالد بن حمد بالشكر الجزيل للجنة المنظمة على الجهود التي بذلتها لإقامة هذا الحدث العالمي، ابتداء من تشييد الملاعب المتميزة وحفل الافتتاح ومرورا بالمرافق المتطورة وانتهاء بالفعاليات المصاحبة المتنوعة، متمنيا لجميع الفرق المشاركة ومن بينها فرقنا البحرينية التوفيق والنجاح. هذا وقد شهد حفل الافتتاح تنظيم العديد من الفقرات التراثية والفلكلورية الشعبية إلى جانب عدد من الفقرات والاستعراضات الثقافية والموسيقية والفنية.